وردا على العملية الانتحارية في أنقرة، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ غارات جوية في شمال العراق دمرت على إثرها 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني. وكان مراسل الميادين في العراق قد أفاد بتنفيذ الطائرات الحربية التركية قصفا جويا على منطقة متين في دهوك، وقصفا جويا آخر استهدف ناحية سركبكان بقضاء رانيا التابع لمحافظة السليمانية شمال البلاد أيضا.